طلب ومسؤول الزمالك لبوا الطلب بالاجتماع، وبالتالي قرار جديد قد يصدر بشأن رغبة اللاعب في الاعتزال داخل جدران الزمالك بأي شكل هم يحددوه. ايه الموقف الجديد اللي حصل النهارده؟ البوست اللي عمله ايمن حفني زاني كان عاطفي الى حد كبير، يعني انت عارف لمس كتير من مشاعر وعواطف الزملكاوي، يعني انت عارف ان في ولاء وانتماء وحب وحاجات كتير كتير، مشاعر كتير فيها قوي عبر عن هذا البوست. وكان رد فعله ان فعلا النهارده التقى بالمستشار عماد عبد العزيز رئيس النادي، وكان في وجود الكابتن عبد الحليم علي العندليب، وكان بوجود الكابتن شيكابالا، وكان ترحيب شديد جدا بيه، لان الكلام اللي قاله والتعبيرات اللي استخدمها يعني فعلا يعني لامست قلوب الزملكاويه. ايوه، لكن دي فيها جانبين، جانب عاطفي وجانب واقعي، خلينا نتكلم فيها بصراحه. الجانب العاطفي اللي احنا بنقول عليه ده وترحيب شديد، والناس كانت قد ايه سعيده بيه النهارده يا كابتن استاذ هاني في النادي، وكان الناس واللي بيتصور معاه واللي بيرحب بيه واللي بيشكره على الكلام الجميل، حاجات كده كانت كلها مشاعر جميله قوي. الجانب الواقعي اللي هو بقى يتعلق بباتشيكو المدير الفني للفريق. تمام. يعني هو بقى مدى حاجته لايمن حفني، مدى قناعته بان الحاله الحاليه الفنيه الحاليه لايمن حفني ممكن تفيد الفريق في المرحله اللي جايه اللي هو بيصارع فيها على صداره الدوري وداخل على دور المجموعات الافريقي وكل هذه الملفات. هتاخد الكره الان في ملعب باتشيكو تحديدا يا اسامه، يعني تمام. هو خلال ساعات سيحسم هذا الامر. هل هو يرحب بعوده ايمن حفني مره اخرى ام ان له تحفظات ويرى ان مستوى ايمن حاليا يعني بعيد عن طموحات الفريق الزمالكاوي في المرحله الحاليه. تمام. لكن يعني اتقال لي ايمن انه هيترد عليه في وقت لاحق على طول خلال يعني لا طبعا لاحق، لان برضه انت عارف خلال برضه على وشك الانتهاء، يعني المساله في النهايه محكومه بالوقت بتاع القيد الحالي. واعتقد يعني تمام. انا بقول لك نعم مفهوم.